للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر مراسل غد كريم قندولي. إذن كريم، آخر تطورات فيما يتعلق بهذه القضية ما هي؟ نعم وائل، الجنرال المتقاعد أو اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع السابق أدلى بشهادة ممكن أن تثقل حجم التهم التي الموضوعة أو الموجهة يعني نحو شقيق الرئيس ومستشاره السابق عبد العزيز بوتفليقة، أي سعيد بوتفليقة، الذي يعني متهم الآن بالتورط في قضية الانقلاب ضد يعني شرعية قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، حيث جرت مكالمة كان قد نشر تفاصيلها سابقا يعني عبر الجرائد وعبر الصحف وعبر وسائل الإعلام، أكد خلالها بأن سعيد بوتفليقة اتصل به وقال إنه ينوي أن يفرض الحالة الاستثنائية وبالتالي الالتفاف على مطالب الشعب من أجل فرض حالة الطوارئ، وأيضا بحثه وسأله حول إمكانية الإطاحة بالفريق أحمد قايد صالح، ورد نزار يعني قائلا في تلك الرسالة بأن ذلك سيقسم الجيش بين متضامن مع الفريق أحمد قايد صالح وبين أيضا من سيقف ضد أو مع خروجه من قيادة أركان الجيش، وبالتالي تقسيم الجيش في فترة يعني حساسة جدا. هي تهم خطيرة يعني موجهة إلى شقيق الرئيس السابق. نعم. المتواجد في السجن العسكري بعد محاكمته من القضاء العسكري بتهم التآمر على سلطة الدولة وأيضا التآمر من أجل إذن كريم قندولي، اتضحت الصورة فيما يتعلق بهذا الأمر. بالتأكيد سنعود لك إذا ما جد الجديد. مراسلنا من الجزائر كريم قندولي، أشكرك.